بالامس من جاري ميدل تعدي خطيره الباصه جميله جدا متابعه خطيره سرعه موجوده محمد صلاح والمهاره والهدف جوه الجول الهدف الاول في اول هجمه في اول انطلاقه في هجمه منظمه سريعه الباصه حلوه جميله والتحرك رائع جدا من نجم النجوم ابن النيل محمد صلاح عشان يسجل الهدف الاول وهدف للتقدم في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول محصلة المباراة هجمتين خطيرتين في اللقاء هجمة أولى خطيرة بالنسبة لمنتخب تشيلي تصوير قدم اللاعب سانشيز والتألق من شيف إكرامي وهجمة ثانية خطيرة كانت من منتخب مصر بتحرك طولي بلمسة بتصوبة حلوة من النجم الكبير محمد صلاح عشان يسجل الهدف الأول وهدف للتقدم في الدقيقة 12 من عمر اللقاء أول هجمة في أول انطلاقة في اول تحرك جميل من اللاعب خالد قمر اللاعب القمر النهارده بيسجل هدف جميل خالد قمر مشاهدينا خالد قمر متابعينا يسجل اول اهدافه الدوليه مع منتخب مصر في اللقاء الثاني الدولي الصدمه واضحه على وجه المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي حاجه عجيبه للمره الثانيه الباصه حلوه من علي غزال وللمره الثانيه مشكله كبيره جدا رهيبه جدا موجوده ورا في دفاعات منتخب تشيلي استغلناها مظبوط وادي الباصه الجميله من علي غزال والتحرك الاروع من خالد قمر عشان يحطها بمهاره الله عليك وعلى مهاراتك في نيتك خالد قمر والهدف الثاني وهدف للتعزيز في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول هدفين في المباراة والهدفين لمنتخب مصر هدف بقدم محمد صلاح وهدف ثاني بالكربون بقدم خالد قمر هم دول أصحاب الهدفين الحلوين في المباراة كلاكيت تاني مرة نفس الباصة ونفس اللمسة ونفس التحرك اللمسة الأولى كانت من محمد صلاح ولكن اللمسة الثانية والهدف الثاني كان بقدم خالد قمر هم دول أصحاب الهدفين لمسة قاطرة سريعة من سانشيز الهجمة على الشمال جميلة جدا بتقطر هدف لا ينسى في تاريخ منتخب مصر كرة أمامية خطيرة المنتخب طبعا تشيلي استلام من أليكسيس هجمة بمحاولة انطلاقة سريعة لمنتخب تشيلي هجمة ثانية عدى فرد بالخطورة جابها يمنى قوية والعرضيه منتهى خطوة السلام بتصوبة حلوة جدا الهدف الأول لمنتخب تشيلي في هجمة منظمة في عرضية ممتازة ومتابعة جميلة بقدم النجم مارسيلو دياز عشان يسجل الهدف الأول لمنتخب تشيلي في الدقيقة 26 من الزمن الشوط الأول انطلاقة سريعة وتحرك ممتاز في الجبهة اليمنى بقدم أليكسيس عدى وفات وطبعا حراسة موجودة من اللاعب ونجوم منتخب مصر ولاعب عرضيه ساحره والاستلام ممتاز والتصويبه رائعه بقدم النجم مارسيلو دياز اهو الراجل عدى لوحده خالص عدى واحد والثاني ولاعب عرضيه حلوه قوي التصويبه في البعيده جميله بقدم مارسيلو دياز اثنين منتخب مصر بقدم النجم ادواردو فارجاس في الدقيقه 60 من عمر المباراه 2-2 برضه مشكلة موجودة ورا في دفاعات منتخب مصر استغلوها مظبوط لعبوا نجوم تشيلي من بصة حلوة جميلة وبصة حلوة سحرية وتحرك كان ممتاز من ادواردو فارجاس يحطها جميلة في مرمى عصام الحضري ادي العادة مرة تانية ادي البصة الحلوة من النجم أليكسيس وتحرك وطوله ممتاز من خط كبير موجود ورا في دفاعات منتخب مصر واللمسه الحلوه السحريه من ادواردو فارجاس ادي الباصه وادي المهاره ادي الاستلام ادي الخبره ادي فريق كبيره بقدم أليكسيس باص بلمح ولعب باصه حلوه من خلف قلبي الدفاع منتخب مصر من خلف علي غزال والتحرك طوله ممتاز من ادواردو فارجاس عشان يسجل هدف التعادل في الدقيقه 60 2-2 منتخب مصر 2 منتخب تشيلي بعد ما كان منتخب تشيلي على ارضه هنا في سانتياغو متاخر بهدفين مقابل لا شيء قدر يحول تاخره من 0-2 الى التعادل ايجابي 2-2 حتى الان الهجمه الاستلام من ميكو على ارض ناحيه فارجاس استلام على اليمين ورا ناحيه جاري ميدل بمهاره استلام من أليكسيس كره طوليه خطيره جدا المهاره موجوده خطيره والهدف
الهدف الثالث كلاكيب ثالث رابع مرة في المباراة. أخطاء دفاعية رهيبة جدا من المنتخبين النهاردة، سواء من منتخب تشيلي أو أيضا من منتخب مصر. لمسة بمهارة كالعادة، كلاكيب تاني أو ثالث أو رابع مرة بلمسة حلوة سحرية من الإفرس، والتحرك رائع جدا بقدم من إدواردو فارغاس عشان يسجل مشاهدينا الثلاثية الهدف الثالث بالنسبة لمنتخب تشيلي في لقاء اليوم في الدقيقة 78 في مباراة اليوم في هذه اللقاء في هذا اللقاء. والهدف الثاني للنجم إدواردو فارغاس في لقاء اليوم، هدفين لهذا اللاعب من نفس الجملة، من نفس الباصة من أليكس سانشيز، ونفس التحرك الجميل من إدواردو فارغاس. هدف بالكربون كلاكيب ثاني مرة. الهدف اللي سجله في 66 هو نفس الستايل نفس الشكل الهدف اللي سجله في الدقيقة 78 3-2 3 منتخب